كريم فهمي في العناية المركزة بعد إصابته بجلطتين في الرئة. نقل الفنان المصري كريم فهمي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وفقاً لما أظهرته صورة نشرتها مصممة الأزياء ندى أكرم، وذلك عبر حسابها في الإنستجرام. وأظهرت الصورة الفنان المصري كريم فهمي وهو يركض على السرير في إحدى المستشفيات، وعلقت عليها بالقول إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب، مع إشارة إلى حساب كريم فهمي، ولم تذكر المزيد من التفاصيل. وذكرت صحف مصرية نقلا عن زوجته أن كريم أصيب بجلطتين على الرئة، وطالبت جمهوره بالدعاء له، حيث قالت دعوتكم لكريم بعد إصابته بجلطتين على الرئة. وكان كريم فهمي قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا لكنه تعافى منه، وأعلن في أواخر ديسمبر الماضي إنه بصحة جيدة بعد معاناته من الفيروس. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مقربة أن كريم يركض حاليا في العناية المركزة تحت الرعاية الطبية للتعرف على سبب الأزمة الصحية التي أصابته، نافية أن يكون قد أصيب مرة ثانية بكوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا. وأشارت إلى أنه كان بحالة صحية جيدة ولم يشعر بأي مشاكل صحية خلال الأيام الماضية، حيث كان متواجدا في الإمارات بعد حصوله على الإقامة الذهبية. قال فيها جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا. يشار إلى أن كريم فهمي سبق وأعلن عن الجزء الثاني من فيلم ديدو، حيث نشر صورة عبر حساباته في السوشيال ميديا تجمعه بالمنتج كريم السبكي، وعلق قائلا قريبا إنتاج الجزء الثاني من فيلم ديدو. وفيلم ديدو من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وحمد المرغني ومحمد ثروت وهدى المفتي وغيرهم من النجوم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو. وكان من سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي هذا. وقد وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى كريم فهمي، حيث قال له يا رب اشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامة.